بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الشهداء والصديقين وأصحابه المنتجبين المضحين في سبيل أعلاء كلمة الله، عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين عن الوطن، الأخوة والأخوات في الله، يا شعب العزة والإباء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية ندعوكم جميعا أيها الحضور الكريم للوقوف إجلالا وتعظيما لدماء شهدائنا الزكية وقراءة سورة الفاتحة مهداة لأرواحهم الطاهرة، فرحم الله من قرأ سورة الفاتحة. إحياء عند ربهم. من هذه الآية الكريمة والمباركة انطلق شعارنا في تأدين شهدائنا الأبرار ولم يزل، وكان عنواننا العقائدي والقرآني لنحيي به روح ثورتنا ومجد أمتنا وجمعنا تحت ظلاله الشريفة مع ذوي الشهداء وأحبتهم وأقربائهم ولم يزل، وهو النهج الإسلامي الأصيل للقاءات الجميلة المعطرة بعطر الشهداء الأبرار، هؤلاء الشهداء الذين نستحضر مواقفهم البطولية وصولاتهم المميزة ونتصفح نظراتهم الثاقبة المفعمة بأمل مشرق، ونتطلع في وجوههم الكريمة التي تعلوها ملامح العزة والكرامة، فنستلهم منهم كل معاني الفداء والتضحية والإقدام. هم الشهداء ونعم المقام ونعم الوسام. أيها الحضور الكريم، إن قافلة الشهداء لن تتوقف ما دام القرار الشعبي ماضيا في خيار الثورة على الظلم والظالمين، وإن الدماء القاني لن يجف ما دامت الصرخة مدوية في الأرجاء مطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وإن نبع التضحية والفداء لن ينضم ما دام حراكنا صامدا ويتقدم نحو ميادين العزة وساحات الكرامة رافعا راية القصاص من الإرهابي، قاتل النفس المحترمة وهادم بيوت الله الدعي ابن الدعي حمد بن عيسى. يا شعب العزة، بالأمس انضم إلى كوكبة الشهداء الشاب المجاهد فاضل عباس المسلم، شهيد شهدت له ساحات العزة والنزال بالأقدام والتضحية والمقاومة، وعرفه أقرب المقربين له بشجاعته وثباته وعزيمته رغم حداث سنه، ولم يوقفه عن المضي في درب الشهداء والمقاومين مطاردته من قبل مرتزقة المجرم حمد، ولم ترهبه تهديداتهم وملاحقتهم له، ولم توحشه تلك الليالي المظلمة مع رفقاء دربه مطاردا من بلدة إلى بلدة ومن زقاق إلى زقاق، فهم رجال الله الذي عاهدوا ربهم بأن يكملوا الطريق رغم ظلة الزاد وضنك العيش ومرارة الظروف الحالكة التي عاشوها، والتي ما زال العشرات بل للمئات من شبابنا المقاوم يقاسونها ويتقاسمون أوجاعها فيما بينهم ليأنسوا بعضهم بعضا، ولكن قلوبهم كسبر الحديد تنبض بإيمان المؤمنين المقاومين، لا تيأس من رحمة الله ولا تضعف أمام البلاء والامتحان، فهم حفروا بأيديهم الصخر وقالوها هيهات هيهات أن نسلم مقابل
ربنا لمجرم طغى في البلاد وعاث فيها الفساد، مرددين أما النصر وأما الشهادة. هذه الإنشودة التي سنرتلها معهم ليلاً ونهاراً حتى يحين فجر العزة والكرامة، ويحين زمن الخلاص من حكم الدكتاتور حمد وزمرته الفاسدة. نم قرير العين يا فاضل العزة، نم قرير العين يا شهيد العزة، فدماء العزة قد رسمت لنا معالم الطريق، ولا مناص أن تكون نهايته عزة، عزة شعبه ومجد أمه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الاثنين 27 يناير كانون الثاني 2014 ميلاديا، بلدة الحجر، البحرين المحتلة.